السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو سأريك طريقة للحصول على موقع تستطيع من خلاله الدفع أو تقديم طلب للعمل في الولايات المتحدة الأمريكية ولو كنت تسكن خارج أمريكا. وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه العديد من الناس، حيث يكون خارج أمريكا ويدفع للوظائف لكن لا يتم قبوله ولو لديه مهارات أو دراسة عليا، لسبب أن صاحب العمل لا يطلب أناس خارج الدولة وهو لا يلاحظ هذا المشكل. لذلك الطريقة الصحيحة هي الذهاب إلى محرك البحث وكتابة ما يلي. تكتب jobs for people outside of USA ثم تضيف كلمة indeed في البحث. بعد ذلك ستنبثق لك هذه الواجهة وهذه الصفحة، وهي الصفحة الخاصة بموقع انديد. لكن الفرق هو أنك تختار الناس أو الوظائف التي تقبل الناس الموجودين خارج الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هنا تختار الوظيفة التي تريدها وتحدد أكثر لكي يجلب لك الموقع الوظائف الأكثر التي تكون أكثر التي تكون قريبة من الوظيفة التي تريدها أنت. مثلا تكون تعمل في مجال الأكل، تختار مجال الأكل وتختار أيضا المبلغ الذي تريده. يمكنك أيضا أن تختار التعليم الذي لديك، درجة التعليم التي لديك، الإكسبرينس التي لديك، مستوى الإكسبرينس. ثم يمكنك اختيار المدينة أو الولاية التي تريد العمل فيها، ثم بعد ذلك تقوم بالبحث. بعدها ستنبثق لك الوظائف التي يقترحها عليك الموقع. تختار مثلا هذه الوظيفة التي تم تطرحها قبل يوم فقط. ثم هنا ستجد بعض الأسئلة، مثلا تعليمك، تختار هل لديك درجة تعليم عالية، تختار نعم أم لا، تختار أيضا المهارات التي لديك، ثم وظائف أو تفاصيل الوظيفة. هنا مثلا المبلغ الذي ستحصل عليه يتراوح بين 14 إلى 19 دولار في الساعة. هناك وظائف تصل إلى أكثر من ذلك. هنا مدينة أو المدينة التي ستعمل فيها إذا تم قبولك. ثم هنا تفاصيل العمل، ثم تضغط على apply now، ثم تدخل إيميل خاص بك. بعدها مباشرة ستنبثق لك واجهة من خلالها تدخل المعلومات الخاصة بك، اسمك والمعلومات التي يطلبها صاحب الوظيفة. ثم بعدها ترسل المعلومات وتنتظر لأن يتم التواصل معك في البريد الإلكتروني. لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وشكرا.